السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم جميعا باسم قناة الطاقة الدارين مع ثاني الفيديوهات شروحات التسجيل. واليوم سنتعرف كيفية التسجيل في الدورات على موقع أكاديمية الدارين بالطرق المتاحة. بعد الدخول إلى موقع الدارين.com، بعد تسجيل الدخول على مكان الشمال، نلاحظ هنا مرحبا الاسم الدارين أكاديمية أو اسم الشخص، وهذا الملف الشخصي، الاسم والاسم المستخدم، ويمكنك تعديل ملفات شخصية من هنا. التسجيل في الدورات يأتي عن طريق حسب الدورة. نفترض أن الدورة حسب المعهد مصنف، هل هي تبع تكنولوجيا المعلومات أو التشييد أو التنمية إلى آخره من الدورات. نفترض لدينا دورة على تخصصي التخاطب، طبعا عفوا التوحد، هنا في قسم الدورات المتنوعة. سندخل إلى قسم الدورات المتنوعة، يظهر لنا التوحد، هنا تفاصيله. بعدها بعد رؤية التفاصيل نضغط هنا على التوحد كلمة، هنا الذهاب إلى الدورة. هنا نلاحظ ظهور التوحد، هنا كلمة enroll me، هذه يعني سجلني. بعد الضغط على enroll me، طبعا هناك ملحوظة على اليمين، نلاحظ you are logging in Adorin Academy، هنا هذه التوحد دورتي. طيب، قد يعاني البعض من صور هذه الشاشة، هناك طريقة أخرى يمكنك الدخول لها على شاشة كبيرة، وهي adorin.com/lms. هنا نلاحظ يو ار لوجن ان ادرين اكاديمي. فرض ان ليس موجود، سنجد بدل كلمة لوج اوت سنجد كلمة لوج ان. عندما اضغط على لوج ان يطلب مني اسم المستخدم وكلمة مرور عادي جدا، ندخل بها وندخل على المعهد التي نحتاجها، مثلا قسم الدورات المتنوعة. سنذهب مثلا لكورس التوحد، طبعا علامة تسجيل مفتوح به، من هذا الضغط كليك انترز كورس. طبعا يظهر لك اول مي كشاشة السابقة كانت صغيرة، ولكن بما ان سجلنا يظهر من هنا. طبعا هذا في حالة نفترض ان هناك كتاب حمل، سنجده ايضا هنا كمثل كتاب اللغة الفرنسية، سنجده في معهد اللغات في اللغات الترجمة، كورس اللغة الفرنسية المستوى الاول. طبعا نلاحظ أن ندخل دخلنا على اللغة الفرنسية المستوى الثاني، نجد هنا الكتاب، هذا كتاب بالتحميل، عمله فريق معهد اللغات. هذا كتاب 3 ميجا، ممكن تحميله بكل بساطة باستعراض الكتاب PDF. طبعا سنوقف التحميل الآن. طيب، هناك الطريقة الأخيرة لتسجيل في الكورس على هذا الموديل، استمارة نشرها في المحاضرات، استمر بهذا الشكل، استمر مثلا التسجيل في دورة التوحد أو دورات أخرى، الاسم الكامل، البيانات، هذه استمارة مرسل البيانات. نلقاكم في الفيديو القادم، وهو التسجيل في نظام الشهادة إن شاء الله. شكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.